شهرة الكلاسيكو مش مقتصرة بس على الجمهور العادي، لكن كمان الفنانين واللي هم فانز بالملايين هم نفسهم بيتحولوا لفانز أمام الكلاسيكو ونجوم برشلونة والريال، لدرجة أن النجم الكبير حسين الجسمي عمل من فترة أغنية مخصوص لبرشلونة والريال قال فيها حبيبي برشلونة يموت في برشلونة وأنا مدريدي لكن بغير لعيونه، شوف الوفاء رزان والحب وحاجات جميلة جدا. يعني جسمي مدريدي وعشان حبيبته غير انتمائه، عشان حبيبته برشلونية فغير انتمائه أصبح بيشجع برشلونة. الرجالة اللي من النوع ده في الوقت الحالي أصبحوا عملة نادرة قوي زي حسين الجسم كده. هلا انا بعتقد ان ده كلام اغاني بس وهيب. الجسمي لسه مدريدي زي ما هو، لكن بعيدا عن النجم الكبير حسين الجسمي عندك مثلا يوسف الشريف الراجل برشلوني وزوجته الكاتبه والمؤلفه انجي علاء مدريديه، ورغم كده الراجل ثابت عند موقفه ومساوي اخر حاجه. طبعا زي يوسف الشريف في نجوم كتير في الوطن العربي يعني اعلنوا تشجيعهم لبرشلونه بشكل علني على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهروا فيها بتيشيرتات النادي الكتالوني، ومنهم حضر ماتشات كتير للبرصة في الملعب الكامب نو زي غاد عبد الرازق وحسن الرداد ودره وعمرو يوسف ودينا الشربيني ونوال الزغبي، بس مش متعصبين قوي للبرصة زي الاردنيه ديانا كارازون واللي مش بتفوت ماتش لبرشلونه تقريبا من غير لما تتفرج عليه. مش كده وبس، دي كمان بدات تغرس حب البارسا في بنت اخوها مياده رغم انها لسه صغيره، بس انا بقول لكم ان شاء الله ريال مدريد هيفوز باذن الله. دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اعلن انتمائي ليها ريال مدريد.